أستاذ عمر غفران محامي بهيئة الرباط. اليوم الجريدة الإلكترونية أشواقع جات تسولني أشنو وقع في الموضوع ديال الكاميرا الخفية مشيتي فيها ومجموع الشكاوى التي تقدمت بها سواء إلى مدير القناة الثانية وأيضا إلى الرئيس المدير العام الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة وكذا إلى رئيسة الهاكا. الموضوع هو أن هذا البرنامج الشؤم أصبح قدرا مقدرا على المغاربة بفعل عبث المسؤولين الصاهرين على منح هذه الصفقة حصريا كل سنة لهذه الشركة رغم التواطؤ المفضوح الذي اعترف به الفنانون الذين شاركوا في هذه المقالب السخيفة المفبركة غير الحقيقية والمغشوشة. شكايتي لمدير القناة الثانية قوبلت بالتجاهل، وكتبت بعد ذلك رئيسة الهاكا وقلت لها بأنك أنت مسؤولة أمام الملك وأن المسؤولية الملقاة على عاتقك تقتضي أن تتحري في شأن نزاهة البرامج المبتوتة على القنوات العمومية، وهذا الاختصاص خولته لك المادة 8 من القانون 11-15، والمادة 8 هاته ما هي إلا بلورة للخطابات السامية لصاحب الجلالة، منها الخطاب الشهير سنة 2005 بمناسبة اليوم الوطني للصحافة عندما أكد جلالته على أن البرامج أو على أن الإعلام وأسرة الصحافة يجب أن يتطلعوا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في إطار مسؤولية شفافة ونزيهة. هذا البرنامج لا يتحلى بالنزاهة ولا يتحلى بالمصداقية المطلوبة، هذا برنامج مغشوش. والقناة الثانية عندما تمنح هذا البرنامج رغم الفضائح التي تلاحقه الصفقة كل سنة ولمدة تزيد عن العقد فهي متواطئة. هل قدرنا في المغرب أن نستهلك الغش في المواد الاستهلاكية والغذائية وحتى في المنتوج الفني الذي من المفروض أنه يخاطب إحساس المواطن والذوق العام المشترك للمغاربة ويمس وجدانهم بطريقة مباشرة؟ الكل يجمع بأن البرنامج مفبرك، ولكن نفاجأ كل سنة بأن هذا البرنامج سيبت من جديد. هو برنامج تنفق فيه أموال طائلة جدا وصلت إلى الملايير مع تتالي السنين. هذه الملايير هي من حق المغاربة. نحن نعرف الأزمات التي نعيشها في المغرب، نعرف ضعف الإمكانيات، نعرف المدارس في المناطق النائية وما تعانيه، نعرف مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المغربي، نعرف الفقر المدقع الذي يعيشه المغاربة والذي يدمي القلب، ولكن مع ذلك القناة الثانية وأقولها وأتحمل مسؤوليتي فيها تهدر المال العام للمغاربة. وربما هذا البرنامج يمكن أن يكون الشجرة التي تخفي الغابة، وأنا لن أسكت ولن أصمت بل سأواصل الحديث عن تلك الفضاعات التي تقع وعن الشركات التي تفوز بالصفقات حصريا وعن الإقصاء الممنهج للشركات الصغرى والمتوسطة رغم أن القانون المغربي يؤكد
على أن المؤسسات العمومية يجب أن تشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة. نحن نعيش أزمة حقيقية في المغرب، وهؤلاء الأشخاص لا يلقون بالا لهذه الأزمة ويصرون على العبث المال للمغاربة الذي نحن في أمس الحاجة إليه. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.